هذا ويتنافس في الدورة الثالثة لمهرجان البحرين السينمائي 2023 117 فيلما عربيا قصيرا. ومن المقرر أن تستمر أعمال المهرجان حتى 9 أكتوبر الجاري بدعم من شركة بيون وبنك البحرين الوطني، الشريكين الاستراتيجيين للمهرجان، وبتنظيم من نادي البحرين للسينما. نجوم وأسماء لمعت في سماء السينما الخليجية والعربية حلت ضيفة على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة، والذي يأتي هذا العام بالشعار الاحتفاء بفن صناعة الأفلام، والذي يهدف إلى تقديم حدث سينمائي استثنائي يحتفي بالمواهب البحرينية الشابة ويضع المملكة على خارطة المهرجانات السينمائية في المنطقة. التطور واضح، أنا حضرت الدورة الأولى والثانية السنة اللي فاتت وهذه الدورة الثالثة، فمتفائلين كثير بالأعمال اللي قاعدة تقدم في المهرجان. في هناك عدد كبير من الأفلام والتجارب البحرينية، أكيد هذه المهرجانات تساهم في دعم كبير للشباب أو المواهب الشبابية. وأنا دائما أقول أن هذا المهرجان نقطة لقاء للفنانين والمبدعين والمثقفين. مهرجان البحرين السينمائي السنة برعاية الدكتور رمزان النعيمي هي خطوة مهمة في نقل صناعة الأفلام بمملكة البحرين إلى الأمام. دائما القطاع الحكومي يكون داعم الأول حق حركة صناعة الأفلام ودعم الشباب في تطورهم وعرض تجاربهم في هذا المهرجان، وإن شاء الله هذه تكون خطوة أولى إلى نشوف في السنوات القادمة إلى إنتاج غزير من الأفلام البحرينية القصيرة والطويلة تمثلنا في المهرجانات الدولية، وتكون خير من ينقل قصصنا البحرينية الأصيلة إلى العالم كله. مملكة البحرين سباقة دائما في هذه الأمور، كونها أول دولة في الخليج عملت مهرجان سينمائي في سنة 2000، فأنا فخور اليوم ومتشرف أن أكون مع كوكبة كبيرة من نجوم وعمالقة في السينما وكثير من المخرجين والنقاد. إن في انطلاق مهرجان البحرين السينمائي أهمية كبيرة تبرز في الحفاظ على دور السينما كرافد ثقافي وتعزيز التبادل الفني والتفاهم بين مختلف البلدان والثقافات. سعيد بأني اتاحت لي الفرصة أني أشاهد الأفلام البحرينية والأفلام العربية، كذلك هذه الفرصة أن يكون هناك ندوات وورش عمل خلال المهرجان، وهذا شيء مهم جدا لأي تجمع سينمائي. المهرجان البحرين السينمائي أعتقد أنه من المهرجانات ذات النوعية الفريدة من نوعها، اللي هو الجانب المحبة واللطف والتعامل والقرب والحميمية في هذا المهرجان. شاركتنا نحن بمهرجان البحرين السينمائي أعتقد لازم تكون هاي السنة مميزة جدا، لأنه عندي ووركشوب بتحكي عن تجارب الأداء وأهميتها في مجال التطوير الفني. الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي ستقدم عددا من الورش والندوات التخصصية في مجال صناعة الأفلام بالتعاون مع جهات إقليمية وعالمية رائدة، إلى جانب عروض الأفلام والفعاليات المصاحبة بحضور نخبة من نجوم السينما لدول الخليج والوطن العربي. انطلاق مهرجان البحرين السينمائي في دورته الثالثة جاء ليؤكد على ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات ومواهب بحرينية متميزة في صناعة السينما، مما يعزز الإنتاج المحلي الذي يعكس ثقافة المملكة وهويتها وإرثها التاريخي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.